زملاء سجن البلديات إنهم سيكونون على موعد مع حكم بالإعدام حرقا. هذا الحكم الذي لم يصدره القضاء العراقي حدث بسبب تماس كهربائي تقول إدارة السجن إنه غير متعمد، لكنه سبب حريقا كبيرا أودى بحياة النزلاء التسعة وأصاب 15 من أقرانهم بالاختناق وحروق شديدة وتسبب بتلف السجن. في الساعة 520 من صباح هذا اليوم 19/9/2011 اندلع حريق في سجن البلديات نتيجة تماس كهربائي في الكيبل المغذي للقاطع الثالث والرابع، مما أدى إلى وصول النيران إلى أفرشة النزلاء 24 إصابة، تسعة منهم فارقوا الحياة في المستشفى و14 عادوا إلى سجن البلديات، الآن موجودين في سجن البلديات، وواحد راقد في المستشفى فقط. لا وجود محاولة للهرب ولا وجود أعمال شغل. وزارة العدل اعترفت بأن سجن البلديات غير مطابق للمعايير الدولية لحقوق الإنسان نتيجة للزخم الحاصل فيه وعدم ملائمة هندسته مع معايير السجون العالمية، مؤكدة أنها أقدمت قبل الحريق على اتخاذ إجراءات لتخفيف الزخم، لكن تلك الإجراءات لا يبدو أنها نفعت كثيرا. سجن البلديات عبارة عن سقائف وهي مخازن تم تحويرها لهذا الغرض وغير مطابقة للمعايير الدولية بسبب الازدحام الحاصل فيها. لدينا إجراءات في الأيام السابقة تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ومكتب القائد العام للقوات المسلحة لتخفيف الزخم الحاصل في هذا السجن. التماس الكهربائي غير المتعمد قد يكون أحد أكبر أعداء المؤسسات العراقية بالإضافة إلى الشفافية، خاصة وأن هناك تزايدا في عدد الوزارات التي تتعرض إلى حرائق بسبب هذا التماس الذي يحب إحراق أقسام العقود غالبا. ويبدو أن حريق سجن البلديات الذي لم يكن أول حريق تشهده السجون العراقية قد لا يكون الأخير، خاصة وإن أغلبها يعاني من القدم والاكتظاظ.